شكرا لك مدى. يعود رعي الماشية والحيوانات العاشبة البرية بآثار إيجابية على النظام البيئي في المناطق الغنية بالتنوع النباتي. لكن هذه الآثار قد تصبح سلبية في المناطق الجافة إذا لم يحسن إدارتها، بما يحفظ التوازن البيئي بحسب دراسات دولية حديثة. المناخ، ظروف التربة، التنوع البيولوجي يحكمها عوامل، منها مستوى ضغط الرعي للحيوانات والمواشي وآثاره التي من الممكن أن تتحول إلى سلبية في الأماكن الجافة. هذا ما توصلت إليه دراسة دولية حديثة رصدت آثار الرعي الجائر حسب طبيعة كل منطقة، ما يستدعي مراعاة الظروف المحلية ونوع وعدد الماشية والحيوانات العاشبة البرية في المرعى. الدراسة نشرت في دورية ساينس، وتذهب إلى أن رعي الماشية والحيوانات العاشبة البرية في الأراضي الجافة له آثار إيجابية على النظام البيئي في المناطق الغنية بالتنوع البيئي النباتي، لكن هذه الآثار تصبح سلبية في المناطق الجافة إذا لم يتم إدارتها بما يحفظ التوازن النباتي. ووجد الباحثون أن الضغط البيئي الناجم عن الرعي الجائر يؤثر على خصائص التربة، منها تخزين الكربون وتحلل المواد العضوية وخصوبة التربة وجودة وكمية العلف المنتج. الثروة الحيوانية تعد ضرورة للغذاء والمأوى ومصدرا لرأس المال، لكن تغير المناخ يهدد الإنتاج الحيواني وسبل عيش مليارات البشر في جميع أنحاء العالم، ما يستدعي الحفاظ على التوازن البيئي الطبيعي. وللمزيد معنا من إدلب أنس رحمون، الباحث في مجال المناخ والبيئة. أهلا بك معنا أستاذ أنس. يعني بداية، ربما يتساءل المشاهد يعني عن الرعي الجائر، يعني ما هو الرعي الجائر؟ حدثنا عنه أكثر. أسعد الله صباحكم وتحياتي لكم جميعا. في الحقيقة هناك نظام رعي متبع في عمليات تربية الثروة الحيوانية، هو الرعي المتناوب، حيث يقوم مربي الثروة الحيوانية برعي المناطق الزراعية بالتناوب، مساحة ثم مساحة أخرى لإفساح المجال للنباتات بالتعويض الفاقد عن نمو الخضري نتيجة الرعي. لكن الرعي الجائر هو الإفراط في عملية الرعي على نفس المنطقة الجغرافية وبنفس الفترات الزمنية وعن طريق أعداد ماشية تفوق طاقة هذه المساحة، مما يعني حدوث انهيار في النظام النباتي لهذه المنطقة واختفاء لبعض الأنواع النباتية التي كانت سائدة في هذه المنطقة نتيجة تكرار عمليات الرعي وبفترات زمنية قصيرة جدا. الدراسة تحدثت عن جانب إيجابي لهذا الأمر وجانب سلبي، هل هناك جوانب إيجابية أيضا لهذا النوع من الرعي؟ في الحقيقة أهم جانب إيجابي لعمليات الرعي هو أن الحيوانات أو الماشية عندما تقوم بقضم النباتات أو الأوراق العلوية فإنها تحفز النباتات السفلى للاستفادة من أشعة الشمس وبالتالي تحريض البراعم لإعطاء نموات خضرية جديدة. عملية هذا التحفيز هذا تؤدي إلى زيادة الإنتاج الخضري وزيادة العلاف الخضراء في هذه المراعي، كما انها تفسح المجال لنباتات صغيره ضعيفه على ان تنافس هذه النباتات القويه بعد عمليه الرعي، ومما يؤدي الى تنوع حيوي في الفلورا النباتيه السائده في المنطقه. يعني يبدو بان الامر يحتاج خبره. المعروف والمعلوم بان الراعي يمارس هذه المهنه لسنوات طويله، هل هي متوفره هذه العوامل كلها؟ هل هو يعلم بالفعل بانه هذه هي المده المحدده، هذه هي الظروف التي يتم فيها الراعي الى غير ذلك، ام انه يحتاج الى توجيهات؟ في الحقيقة جميع من يعمل بموضوع تربية الثروة الحيوانية هم أبناء المنطقة المحليين، وككثير من العلوم يمكن الاستفادة منها من خلال التجربة والممارسة. هذه الخبرات التي نتحدث عنها نعم كما تفضلت تحتاج إلى خبرة، ولكن يمكن أن يحصل عليها مربي الثروة الحيوانية من خلال مزاولة المهنة ومن خلال الملاحظة والتجربة للغطاء النباتي السائد في المنطقة. طيب، من المسؤول عن إدارة هذه الموارد الطبيعية بما يضمن حفظ التوازن الحيواني والنباتي، وبما يضمن أيضا تأهيل الرعاة لمثل هذه المعلومات والمعرفة بهذا الأمر؟
في الحقيقة في كل حكومات العالم هناك جهات ومؤسسات مختصة بإدارة الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة، تقع على عاتقها المسؤولية المباشرة في ضمان تجدد الثروة العشبية وتجدد الفلورا النباتية في هذه المنطقة. ولكن في الحقيقة نحن نتحدث عن مناطق استقرار رابعة وخامسة، أي هطولات مطرية دون 100 ملي متر في السنة، وبالتالي نتحدث عن مناطق بعيدة عن سلطة الحكومات المركزية، وبالتالي انفلات في تطبيق القوانين من قبل مربي الثروة الحيوانية، وخاصة ما يحصل في سنوات الجفاف من زرع لبعض الأراضي الزراعية التي تكون غير صالحة للزراعة، مما أدى إلى هجرة الصحراء وتصحر هذه المناطق وضرر بيئي وضرر على التربة كبير جدا، نظرا لبعد هذه المناطق ونظرا لحالات الجفاف المتكررة في أصقاع واسعة من العالم. طيب أستاذ أنس، هل تلمسون أي تجربة ناجحة في العالم العربي، تجربة فيها حفظ لهذه التوازنات، فيها توجيه يعني توجيه ممتاز بحيث أن هناك توازن فعلا بين الثروة الحيوانية والنباتية والمراعي؟ للأسف إذا أردنا التحدث عن المنطقة العربية فإننا نتحدث عن 70% من مساحة الوطن العربي هي مناطق جافة وشبه جافة، وهذا يجعل الحمل ثقيلا على الحكومات في إدارة هذه الموارد الطبيعية غير المتجددة، سيما وأننا نشهد حالة من الجفاف العالمي والتغير المناخي والاحتباس الحراري. لذلك تسعى جميع هذه الحكومات في المنطقة العربية لوضع هذا التوازن الكفيل ب، كما تعلمون أيضا النمو السكاني كبير جدا في المنطقة العربية، إذا أردنا التحدث عن منطقة مصر ومناطق شمال أفريقيا، هذا الاكتظاظ السكاني بحاجة إلى تأمين غذاء يعتمد في نسبة 30 إلى 40% على المنتجات الحيوانية، فنحن أمام تحدي. أولا نريد تأمين غذاء لهذه الأعداد المتزايدة من السكان، وبنفس الوقت نريد الحفاظ على الموارد الطبيعية. في الحقيقة هي مهمة صعبة، سيما وأنها تتزامن مع تغير مناخي عالمي. من إدلب أنس رحمون، باحث في مجال المناخ والبيئة، شكرا جزيلا لك.